السلام عليكم من أكاديمية أطفال أرمثا النموذجية، معكم مس هالة الحمزة. وصلنا يا سادس طلابي وطالباتي الحلوين عند درس وآخر درس معنا في مادة الرياضيات اللي هو حل المعادلات الخطية. بداية خلينا نعرف شو يعني معادلة. من المعادلة بداية بدي أتذكر اللي أخذناه اللي هو التعبير الجبري. شو التعبير الجبري يا ماما؟ حكينا التعبير الجبري هو عبارة عن خليط من الثوابت والمتغيرات تربط بينها عمليات حسابية. حكينا على الأقل لازم يكون عندي متغير واحد، ثوابت مش مهم، العمليات الحسابية أيضا يعني لو سين لحالها بعتبرها تعبير جبري. الشرط الأساسي في التعبير الجبري هو وجود متغير، يعني لو نقول لكم 2 زائد 5 بين أقواس ضرب 10، هل هو تعبير جبري؟ لا، أرقام وعمليات حسابية، أي ثوابت وعمليات حسابية، بطل اسمها تعبير جبري، صار التعبير غير جبري. إذا الشرط الأساسي بعيد وبكرر في وجود التعبير الجبري هو أن يكون عندي متغير واحد على الأقل. طيب شو يعني معادلة؟ ذكرناكم بالتعبير الجبري. طب أخذنا كمان قبل يعني مؤخرا درس اسمه المساواة وخصائصها، حكينا عن كفتين ميزان، عن طرفي مساواة. طب شو علاقة تعابير جبري وطرفي مساواة مع بعض؟ يمس صار اسمهن معادلة. يعني مثلا 2 سين تساوي 10، هاي بسميها معادلة. عندي طرفي مساواة وعندي هون تعبير جبري، أي عندي متغير. هون درسنا اليوم رح نتعلم نوجد قيمة هذا المتغير. مثلا مثال آخر، 2 سين تربيع تساوي 100، هاي أيضا معادلة. اطلعوا خلينا نشوف شو يعني الدرجة تاعت المتغير، أي القوة تاعته قصه. شو درجة السين هون عندي؟ دايما مرفوع لقوة واحد ولكنها مخفية ما بكتبها، ماشي؟ إذا سين هون من الدرجة الأولى. طب سين هون هي مس من الدرجة الثانية، ليش؟ لأنه الأس تاعها 2. طب لو كانت سين قوة 3 أو سين تكعيب فهي من الدرجة الثالثة، وما إلى ذلك. لو سين أس 10 ما فهو من الدرجة الرابعة. إذا المعادلة الخطية ماما هي من الدرجة الأولى. شو ما كان متغير يعني ما مش تربيع ولا تكعيب، إحنا لغاية الآن بس جداد على الموضوع، ناخذ الدرجة الأولى اللي هي المعادلة الخطية. جملة رياضية تحوي متغيرا من الدرجة الأولى، حيث تستخدم إشارة المساواة لتوضيح أن طرفين متساويين مثل ما حكيت لكم. وقيمة المتغير الذي يجعل المعادلة عبارة صحيحة هو شو يا ماما؟ يسمى حل المعادلة. طب لو خلينا نعلمكم على حل هاي المعادلة، ماشي يا مس؟ كيف بدي أحلها هاي؟ كيف بدي أحلها؟ بدي سين، بدي أعرف قيمة سين. أنا لغاية الآن زمان شو كنت أحكي؟ عدد بضربه باثنين بعطيني 10، شو هو؟ الخمسة، صح؟ 2 ضرب 5 10، صحيح. طيب أنا بالمعادلات لا، بدي أتعلم أحلها. شو التخمين؟ أفرض أرقام كبيرة ما بزبط معي. طيب يا مس، إذا عشان أوجد المتغير دائما واحدة من ثنتين بعلمكم إياها، يا دائما بتعتمدوا لي عكس العملية الحسابية لما بدي أرحل، بحيث إني أجعل متغير وحيد على الطرف المساواة اللي على اليمين وأرحل كله أوديه على الطرف الآخر، ماشي؟ لازم سين تضل لحالها، كل البعيد عنها بدي اياه صفر، بس معاملي اللي ملزق فيه بدي اياه يصير واحد، لانه مشكله اذا عملته صفر بتروح صفر ضرب سين بتطير سين. اذا دائما وابدا بتخلص من البعيد برحله للجهه الثانيه على عدده معكوسه، معاملي واحد اي بضرب بمقلوبه. طيب نتذكر شو مقلوب العدد، شو مقلوب الاثنين؟ هاي 2 على 1، مقلوبها شو هي؟ 1 على 2. إذا أنا ما معي أشياء بعيدة هون، يعني بإجداد على الموضوع شوي شوي رح يصير أكثر تستوعب. إذا بدي أضرب المعامل في مقلوبة، يعني نص ضرب 2 سين للطرفي المساواة، ضرب نص هون، ماشي؟ طيب هاي بتطير مع هاي بالاختصار، بتصفي سين لحالها هون. طيب في اختصار عندي هون برضو، 2 تقسيم 2 1 و10 تقسيم 2 5، أي سين صار قيمتها يمس 5. طب شو عرفني انه هذا حل المعادلة؟ يلا 2 ضرب 5 هل يساوي الطرف الأيسر؟ نعم، العشرة تساوي العشرة، إذا حلي صحيح 100%. نشوف يا مس مقدمة الدرس ونحلها.
شو بحكي لي في مقدمة الدرس؟ سأل أحد الطلاب زملائه في الصف السادس عن اللعبة التي يفضلونها، فكانت أو كتب في النتائج ما يأتي. إحنا طلاب الصف السادس مثلاً، الشعب الموجود اللي عندنا، نحكي ثلاثة أمثال في شعبة واحدة مثلاً. ثلاثة أمثال عدد الطلاب الذين يفضلون كرة القدم يساوي 30 طالب. هاي مسألة لفظية، شيء سادس دي أحولها لتعبير جبري معادلات. بقول لي ثلاثة أمثال عدد الطلاب اللي بفضلوا كرة القدم، أنا ما بعرف عددهم مجهول، فثلاثة أمثال سين اللي بفضلوا كرة القدم، اعتبار إنه اللي بفضلوا كرة القدم عددهم سين، يساوي 30 طالب. طب أنا بدي أعرف قديش عدد الطلاب فعلياً اللي بالشعبة بحبوا كرة القدم. طيب بشوف، أنا بدي أوجد سين هون، هاي طرفي مساواية. مس قلنا معاملي بضرب في مقلوبة، أو بتعتمدوا لي دائماً بيني وبين الثلاث شو؟ ضرب. شو عكس الضرب؟ قسمة. طيب إذا العملية الحسابية عندي الضرب عكس هالقسمة، القسمة عكس هالضرب، الطرح عكسه جمع، والجمع عكسه طرح. طيب أنا بيني وبين السين شو العملية الحسابية؟ ضرب. شو عكسها؟ قسمة. لنفس العدد تقسيم ثلاث، اللي هي نفسها لو أضرب في المقلوبة اللي هي ضرب، بس بتكون ثلث بهذا الشكل أو في هذا الشكل، حرين أنتم. طيب تقسيم ثلاث لطرفي المساواة، بدها تظل كفتين متعادلتين، متذكرين الدرس الماضي قسمت هون على ثلاث، بدي أقسم الطرف الثاني أيضا على ثلاث. هاي بالاختصار بتروح مع بعض، بتصفي واحد واحد. طيب سين شو تساوي هون عدد الطلاب الذين يفضلون كرة القدم؟ ثلاث تقسيم ثلاث واحد، والصفر بتنزل، إذا صاروا عشر طلاب من صف من طلابنا بحبوا كرة القدم. واضح؟ طب كيف تتحقق صح حلي ولا لا؟ التحقق يمس من صحة الحل اللي هو ثلاث، بشيل سين وبحط الحل المعادلة اللي طلع معاي، طبعا هاي هيك دائما حطوا لي اياها في بوكس. إذا ثلاث ضرب عشرة هل يساوي الطرف الأيسر 30؟ ثلاث ضرب عشرة فعلا 30 يساوي 30، إذا حل المعادلة عندي صحيح 100%. يعني لو طلع هون الطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر، معناته حلنا خاطئ، منشوف وين غلطنا. طيب نشوف الثانية، عند حذف أربع طلاب من الذين يفضلون السباحة يصبح عددهم سبع طلاب. كيف تحل هاي؟ عند حذف أربع طلاب، شو يعني حذف أربع طلاب؟ أشيل أربع طلاب من اللي فضلوا السباحة عشان ميزهم عن كرة القدم، خلينا نسميهم صاد. لما أشيل من اللي بيحبوا سباحة أربع طلاب راح يصير سبعة عددهم بس. طب قديش صاد؟ حلو، قلت لكم بيني وبين الأربعة شو العملية الحسابية؟ طرح. شو عكس الطرح؟ جمع. يعني للطرفين عكس العملية لنفس العدد، يعني زائد أربعة لهون بتطير هاي، عدده معكوسه صفر. سبعة زائد أربعة الطرف الثاني، شو رح تكون هون؟ صاد بنزل، تساوي سبعة زائد أربعة يمس فيها 11 طالب. إذا اللي بفضلوا السباحة عددهم 11 طالب. كيف تتحقق من صحة حلي؟ بحكي 11 ناقص 4 هل يساوي 7؟ الطرف الأيمن لما أعوض حل المعادلة هل يساوي الطرف الأيسر؟ 11 ناقص 4 يمس شو بعطيني؟ 7، والسبعة تساوي 7، إذا حلي صح. تمام لغاية الآن؟ نكمل يمس، بحكي لي 3 عند إضافة 5 طلاب للذين يفضلون كرة السلة يصبح عددهم 15 طالب. كرة القدم سميناهم سين، بعدين السباحة صاد، خلينا نحكي عن اللي بفضلوا كرة السلة عين. عند إضافة 5 طلاب للي بفضلوا كرة السلة راح يصير عددهم 15 طالب. أنا كيف بدي أحل المعادلة أوجد عين؟ إذا علاقتي كمتغير دائما وأبدا، البعيد عني بتخلص من البعيد أولا، بعدين معاملي اللي ملزق فيه. معاملي واحد خليه هسا، البعيد عني زائد 5، شو حبيني وبينها؟ جمع. شو عكس الجمع؟ طرح لنفس العدد. أو يمس دائما بتستخدموا لي كلمة عدده معكوسه، يعني شو معكوس الخمسة؟ سالب 5. انت حرين يا بتختاروا العدد معكوسه للبعيد، يا ثبتوا دائما سواء للمعامل ولا هاي عكس العملية لنفس العدد. طيب معناته ناقص 5 للطرفين، عين عدده معكوسه يساوي 0، إذا عين ظلت لحالها عندي هون. طب 15 ناقص 5 يا ماما 10، إذا عدد الطلاب اللي بفضلوا كرة السلة فقط
10 طلاب. كيف تتأكد من صحة حلي؟ 10 زائد 5 هل يساوي 15؟ نعم 15 يساوي 15، إذا حلي صحيح. طب نيجي لأربعة، عند تقسيم الطلاب الذين يفضلون الجري إلى مجموعتين متساويتين يصبح عدد الطلاب في المجموعة الواحدة 20 طالب. شو يعني مثلا اللي يفضلوا الجري خليني أسميهم لان، لما أقسمهم لمجموعتين يمس راح يصير المجموعة الواحدة فيها 20 طالب. هي حولتها من لفظي لمعادلة. طيب أنا بدي أوجد لام، هسا بيني يمس هاي شكلها كيف راح تكون؟ لام على 2 تساوي 20 ولا لا؟ بس عملتها بسط ومقام. طيب بيني وبين الاثنين قسمة، شو عكس القسمة؟ ضرب. إذا ضرب نفس العدد، بالاختصار بطير المغبات. إذا لام شو راح تصير للطرفين؟ طبعا 20 ضرب 2 40 طالب. إذا اللي بفضلوا الجري 40 طالب. شوي شوي ماما عليكم لسه الأمور يعني بدها كمان. طيب إذا 40 طالب كده تحقق من صحة حلي 40 يمس تقسيم 2 20. نعم إذا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر عند تعويض حل المعادلة في طرفي المساواة. أوكي يا سادس نشوف يمس السؤال الأول صفحة 126. شو بحكي لي؟ في المعادلة التالية هيها سين زائد 10 سوري مش مكملها تساوي 9. هل العدد واحد يحقق المعادلة؟ شو يعني هل العدد واحد يحقق المعادلة؟ معناته عندي سين تساوي 1، هاي حل المعادلة. هل هو صح ولا خطأ؟ شو معناته؟ شو بدي أعمل؟ أشيل سين وأحط قيمتها. 1 زائد 10، هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ 1 زائد 10 يمس 11. هل 11 تساوي 9؟ لا خطأ. إذا العدد واحد لا يحقق المعادلة. طب يا مس أنا لو بدي أحلها بدي الحل الصحيح لها، شو بحكي؟ هيها سين زائد 10 تساوي 9. العدد معكوسه لبعيد عني، بتخلص من البعيد أولا، هاي بعيدة عني، عدده معكوسه، العشرة شو معكوسها؟ ناقص 10 للطرفين، هاي عدده معكوسه 0، إذا شو ضل عندي على الطرف الأيمن؟ فقط سين لحالها، وهون 9 ناقص 10 يعني سين صارت 9 ناقص 10 تساوي مختلفات مطرح والإشارة للأكبر بعطيني سالب 1. سالب 1 زائد 10 هل يساوي 9؟ نعم، مختلفات مطرح والإشارة للأكبر 10 ناقص 1 9 والكبير موجب موجب، إذا حلي صحيح صار. طيب نيجي للمعادلة الثانية، هل العدد 9 يحقق المعادلة؟ شو بحكي يا ماما؟ بشيل سين هاي شو معناها؟ آسفة سوري، صاد تساوي 9، هاي هيك معناها العدد 9 يحقق المعادلة، معناته صاد بحكي لي إنها 9، بدنا نشيل صاد ونحط قيمتها. هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ 7 ضرب 9 يمس شو بعطيني؟ 63. إذا 63 لا تساوي 56، معناته هاي حله خطأ. أوكي؟ كيف بدي أحلها يمس؟ تكون حلها صحيح. شو بعمل؟ شو بدي أحلها؟ كيف بدي أحلها؟ طيب شو السبعة ملزقة فيه؟ ما عنديش إشي بعيد أتخلص منه، بس معاي معاملي اللي ملزق فيه. طيب معاملي اللي قلت لكم بضرب في مقلوبة، شو مقلوب السبعة؟ 1/7 ضرب 1/7، معناته هاي بتصير مع هاي بتصير 1 7 تقسيم 7 1، والسبعة اللي من تحت تقسيم 7 يساوي 1. شو ضل عندي بالطرف الأيمن؟ فقط صاد لوحدها 56/7. لما أقسم 56/7 بتطلع صاد تساوي 8. كيف أتحقق من حلي؟ 7 ضرب 8 هل يساوي 56؟ نعم 56 تساوي 56، حلي صح وتمام. أوكي يا سابع، نيجي مثل المثال الأول صفحة 127. شو بحكي لي؟ حل المعادلات الآتية. بدنا نحلها إحنا. هاي عندي المعادلة الأولى، صاد ناقص 12 تساوي 2. قلنا في حل المعادلات أنا كمتغير بوقف عند حالي، بخلص من اللي بعيد عني، أبعد إشي عني بخلص منه، بعدين إذا ظل عندي إشي ملزق فيه معامل بتخلص منه وبضرب في مقلوبة. قلنا كل بعيد عني بده يصير 0، أما اللي ملزق فيه شو بده يصير؟ 1. طيب هسا كيف السالب 12 بدي أخليها أو الناقص 12 بدي أخليها 0؟ عدده معكوسه، شو معكوس السالب 12؟
زائد 12 للطرفي المساواة، هاي بتطير مع بعضها وبتصير صفر. شو بصفي عندي هون؟ فقط صاد تساوي 2 زائد 12 14. إذا صاد تساوي 14، هاي هو حل المعادلة. كيف بدي اتحقق من صحة حلي؟ بشيل صاد وبحط قيمتها، بقول 14 ناقص 12 هل يساوي الطرف الأيسر 2؟ 14 ناقص 12 نعم يساوي 2 تساوي 2. إذا حلي صح 100%. شفتوا كيف بنحل؟ دائما يا سادس أنا كمتغير بخلص من اللي بعيد عني. بالأول في عندي العدد ومعكوسه، معاملي بضرب في مقلوبه، أو مثل ما علمونا زمان إنه بخلص عكس العملية لنفس العدد، يعني هون طرح عكسها جمع لنفس العدد. وكذلك معاملي بكون بينه وبينه ضرب، عكس الضرب قسمه لنفس العدد، أو تضرب في مقلوبة. شو اللي شفتوها أسهل إلكم اتبعوها. نشوف 2 يمس سين زائد 5 تساوي 7. بدي أحل المعادلة، بدي أوجد قيمة سين. طيب قلنا بنخلص من اللي بعيد عني، هاي اللي بعيدة عني وبرحلها للجهة الثانية. كيف بدي أرحلها؟ عدده معكوسه ناقص 5 للطرفين. صفت عندي هون فقط سين لحالها، 7 ناقص 5 2. إذا سين تساوي 2، هاي هو حل المعادلة. كيف بدي أتحقق من صحة الحل؟ بكتب معادلتي أوكي، وبشيل سين وبحط قيمتها، 2 زائد 5 هل يساوي 7؟ 7 تساوي 7، حلي صح 100%. وصلنا يا مس عند المثال 2 صفحة 128. شو بحكي لي؟ حل المعادلات الآتية ثم تأكد من صحة الأحل. طب شو بدي أعمل؟ 5 صاد تساوي 20، طلع ما عندي إشي بعيد أخلص منه، معي معاملي بدي أضل حالي على طرف المساواة عشان يكون عندي حل المعادلة. إذا حل المعادلة هو إيجاد المتغير في المعادلة، بدي يكون كل إشي أرحله للجهة اليسار وأضل حالي. طيب ما معي عندي هون أعداد، بس معي معاملي. قلنا المعامل بنضرب في مقلوبة، مقلوب الخمسة 1 على 5 للطرفين طبعا، طرفي المساواة، هاي بتصير مع هاي لأنه 5 تقسيم 5 1. بالاختصار صاد شو تساوي؟ 20 تقسيم 5 بالاختصار 5 تقسيم 5 1 و20 تقسيم 5 4. إذا صاد تساوي 4، حل المعادلة. كيف تتحقق من صحة الحل؟ بحط معادلتي، بشيل صاد وبحط قيمتها بين قوسين، هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ 5 ضرب 4 20، نعم يساوي 20. إذا حلي صح 100%. وصلت؟ طيب نشوف هاي صاد تقسيم 15 يساوي 2. أنا بدي أرحل كل بعيد عني ومعاملي، بدي أظل بس صاد على طرف المعادلة وكل اللي حواليه يروح للجهة الثانية يترحل، عكس العملية لنفس العدد. طيب طلعوا شو هاي قسمة 15، شو عكسها؟ ضرب 15 للطرفين اللي هي نفس هاي شكلها ترى يا سادس، صاد على 15 يساوي 2 أوكي، عشان هيك ضربت 15 طارين مع بعض أوكي. طيب شو تصفى عندي هون؟ صاد تساوي 2 ضرب 15 30. إذا حل المعادلة 30. كيف تتحقق من صحة حلي؟ صاد تقسيم 15 يساوي 2، منشيل صاد ومنحط 30، حل المعادلة تقسيم 15. هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ 30 تقسيم 15 نعم 2 تساوي 2. إذا حلي صح يا سادس. نيجي مثل مثال 3، بدي أحل كمان معادلات الآتية وتحقق من صحة الحل. بس يا سادس قبل أتعمق فيه، قلنا من رحل اللي بعيد عني ماشي بالأول، بعدين اللي بنزك فيه. اللي بعيد عني بدي إياه صفر، يعني عدده معكوسه. شو العدد معكوسه؟ يعني نفس العدد ولكن عكس إشارته. مثلا هاي 3 شو معكوسها؟ سالب 3. السالب 10 شو معكوسها يا مس؟ 10 نفس العدد وعكس إشارته. هاي اللي بتتخلص منه من هون عدده معكوسه، بس قلنا معاملي ما بدي هون. شو العدد معكوسه؟ يساوي
صفر. طيب أنا معاملي ما بدي إياه صفر، بدي إياه واحد، إذا رح أستخدم في مقلوب العدد، إني أضرب في مقلوبه. إذا كانت خمسة شو مقلوبها؟ واحد على خمسة. طب إذا كان مثلا عددي واحد على ثلاث، شو مقلوبي يا ماما؟ ثلاث، أوكي؟ وناتج ضرب العدد ومقلوبه يساوي واحد، أوكي؟ أنا كل بعيد عني بدي إياه صفر، بس الملزق فيه شو بدي إياه يصير؟ واحد، أوكي؟ هيك طريقة حل المعادلات، وبتخلص من البعيد أولاً. يلا يلا نطلع يا سادس. س زائد 3 تساوي سالب 17. شو حكينا؟ بتخلص من البعيد أولاً، بدي أرحله للجهة الثانية، عدده معكوس وبدي إياه صفر يصير. ناقص 3، 3 ناقص 3 صفر للطرفين. صفى عندي في الطرف الأيمن فقط س. سالب 17 ناقص 3 متشابهات نجمع والإشارة نفسها. إذا شو بيطلع حل س عندي هون؟ سالب 20. بحطه ببوكس. هاي هو عبارة عن حل المعادلة. كيف بدي أتحقق من صحة حلي؟ بقول المعادلة، بشيل س وبعوض مكانها قيمتها. سالب 20 زائد 3 هل يساوي السالب 17؟ مختلفات نطرح والإشارة الأكبر، الكبير سالب، 20 ناقص 3 17. إذا سالب 17 هل تساوي سالب 17؟ نعم حلي صحيح. أوكي نشوف الثانية اللي هي صاد ناقص 8 تساوي سالب 24. كيف بدي أحل هاي مس هاي؟ أنا بدي صاد على طرف المعادلة لحالها، برحل البعيد عني بالأول، عدده معكوسه، بدي إياها تصير صفر. سالب 8 شو معكوسها؟ زائد 8 للطرفين. شو صفى عندي هون؟ فقط صاد لوحدها. طيب سالب 24 يمس زائد 8 مختلفات، نطرح والإشارة للأكبر، الكبير سالب. 24 ناقص 8 شو بعطيني يا ماما؟ 16. إذا هاي حل المعادلة، صار تساوي سالب 16 آسفة. طيب كيف أتحقق من صحة حلي؟ بقول صاد المعادلة اللي أنا بشتغل عليها، بعوض قيمة صاد حل المعادلة فيها، سالب 16 ناقص 8 مس هل يساوي السالب 24؟ متشابهات نجمع والإشارة نفسها. 6 و 8 يا ماما شو بعطيني؟ 4 و 1 باليد، هاي 2. هل 24 تساوي 24؟ نعم صحيح حلي. أوكي نيجي يا مس نكمل، وصلنا عند حل المعادلة الثالثة. في مثال 3، 6 س تساوي سالب 72. أبدي أوجد حل المعادلة، بدي أوجد س لوحدها، بخليها على طرف المساواة لوحدها، برحل كل بعيد عنها بالأول، بعدين معاملها. البعيد عني عدده معكوسه، معاملي ضرب في مقلوبه. طيب ما معي بعيد، معي فقط معاملي، إذا بدي أضرب في مقلوبه للطرفي المساواة. 6 تقسيم 6 1. إذا س شو صفت هون عندي؟ مختلفات سالب، في الضرب والقسمة مختلفات سالب، متشابهات موجب. بدي أقسم، 7 تقسيم 6 واحد، والباقي واحد. 12 تقسيم 6 2. إذا حل المعادلة رح يكون سالب 12. طيب كيف أتحقق من صحة حلي؟ بكتب معادلتي، بشيل س وبحط مكانها قيمتها. هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ مختلفات سالب، 2 ضرب 6 شو يساوي؟ مس 12. 6 ضرب 1 6 مع 1 7. هل السالب 72 تساوي سالب 72 هون على الطرف الأيسر؟ نعم. إذا حل المعادلة صح 100%. طيب نشوف الرابعة، ص تقسيم 4 يساوي سالب 52. طيب قلنا في الضرب والقسمة العدد مقلوبة، ماشي؟ إذا كان معامله هاي اعتباري مس إن هي صاد على 4 تساوي سالب 52. شو معامل صاد؟ أنا كانت صاد لحالها زمان هيك واحد، طب صاد على 4 هي مس شو تساوي معاملها؟ اعتبار هون واحد على 4، فمعاملها يساوي واحد على 4. شو مقلوب الواحد على 4؟
أربعة. هاي محايب بتطير بصير واحد واحد، ضرب أربعة للطرفين. إذا صار شو راح تساوي يا مس؟ مختلفات سالب، أربعة ضرب اثنين ثمانية، وأربعة ضرب خمسة عشرين. إذا صار تساوي سالب 208. هاي هو حل المعادلة. تحقق من صحة حلي؟ بحط معادلتي، بشيل صاد وبحط قيمتها سالب 208. هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ طيب مختلفات سالب، بدي أقسم قسمة ذهنية، 2 تقسيم 4 لا يجوز، 20 تقسيم 4 5، 8 تقسيم 4 2. هل السالب 52 تساوي سالب 52 على الطرف الأيسر؟ نعم، إذا حلي صح 100%. أوكي يا سادس، تمام لغاية الآن؟ مثال 4 يا مس، صفحة 130، شو بحكي لي؟ إذا كان العمق المتعارف عليه في رياضة الغطس، طلع هاي سعيد بده يغطس، واقف على مثلا على بحر أو بركة، في عندي عمق متعارف عليه، أكثر من هيك ما بقدر الإنسان، يعني بدون مثلا أكسجين والأدوات الخاصة، بس فقط ل 130 متر بقدر يمس شو؟ يغطس فقط، ماشي؟ إذا العمق المتعارف عليه 130 متر. سعيد للمناط، أوكي؟ شو يمس؟ وصل ارتفاع أو سوري عمق سين، وضايل له 50 متر بوصل العمق المتعارف عليه، يعني هو غطس وصل هون ضايله فقط 50 متر بوصل العمق، أو آسفة بوصل يعني الماكسيموم عمق ليغطس فيه بشكل طبيعي، المهم 130. طلعوا طب أنا بدي أوجد قيمة سين، بدي أشوف قديش هو غطس، ماشي؟ إذا عبر بالمعادلة الرياضية على العمق الذي غطس إليه سعيد، اللي لغاية الآن قديش يعني هو وصل سين، بدي أعرف قديش هو غطس. إذا بقول لي ضل بس عليه 50 متر بيوصل 130، كيف بدي أحلها يا مس؟ بقول الطرف الأيمن عندي سين اللي غطسه، العمق اللي غطسه سعيد، مع 50 متر اللي ظل عليه راح يساوي العمق المتعارف عليه 130 متر. إذا هو اللي غطسه زائد قديش ضايل له راح يساوي العمق كامل. طيب أنا بدي أوجد سين، بدي أحلها طرف المعادلة أخليها لحالها وأرحل كل اللي حويلها للجهة الثانية، برحل اللي بعيد عني، العدد معكوسه، عكس العملية الحسابية لنفس العدد. إذا للطرفين 50 ناقص 50 صفر، عدده معكوسه، بعيد وكرر، عدده معكوسه صفر، عدد مع ضرب مقلوبة يساوي واحد بالاختصار. طيب سين هون عندي شو تساوي؟ 130 يمس ناقص 50 سين تساوي 80 متر. إذا العمق اللي غطس له سعيد هو 80 متر. إذا تتحقق من صحة حلي بشيل سين وبحط 80. 80 زائد 50 هل يساوي 130؟ نعم يساوي 130. أخذنا يا سادس هو في الكتاب معكم في المستوى تاعكم، مثلا سين زائد 2 يساوي 4، قلنا ناقص 2 للطرفين سين تساوي 2، أوكي؟ وأخذنا مثلا إذا كان علاقتي بينه وبينه جمع، إذا كان مثلا ناقص 7 يساوي 20 زائد 7 للطرفين سين تساوي قديش يا ماما؟ 27. هاي حل المعادلة. وأخذنا إذا كان مثلا سين أو 4 سين يساوي 20، حكينا بضرب في مقلوبي للطرفين سين تساوي 20 تقسيم 4 5. وأخذنا كمان إذا كان مثلا لام تقسيم 2 يساوي 10، قلنا هاي اللي هي عبارة عن لام على 2 تساوي 10، بضرب في مقلوبها، مقلوب المعامل هو 1 على 2 ويساوي 2 ضرب 2 للطرفين، فلام تساوي 20. أوكي؟ اللي بدي أوصل لكم إياه يا مس إنه لغاية الآن ما أخذناش غير يا بعيد عني عدده معكوسه صفر، يا معاملي بضرب في مقلوبة، ماشي؟ طب أنا خليني أكبركم شوي، اللي هي أخلي معاكم عدده معكوسه وأخلي معاكم المقلوب في نفس المعادلة، ماشي؟ كيف بدي أحلها هاي مس وأتحقق من صحة حلي؟ بدي أوجد قيمة سين، بدي أرحل كل اللي حويله سين للجهة الثانية وأضل على طرف المساواة
سواء الايمن او الايسر لحالي. طيب شو اللي بعيد عني؟ هل الاثنين قريب الي؟ الثلاث بعيدة عني، بخلص من الثلاث بالاول. اوكي طيب شو هاي؟ زائد ثلاث اللي بعيد عني عدده معكوسه، ناقص ثلاث للطرفين عدده معكوسه صفر، فاثنين سين تساوي 33 ناقص ثلاث 30. طب ظل معاي اشي اظل معاملي، معامل سكيل، كيف بدي اخلص من الاثنين؟ بضرب في مقلوبها، اثنين تقسيم اثنين ويساوي واحد للطرفين طبعا ما بنسى. فسين شو تساوي يا مس؟ 30 تقسيم 2 15. اذا كيف تتحقق من صحة حلي؟ احط معادلتي وبعوض سين وبحكي هل الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر؟ 2 ضرب 15 زائد 3 هل يساوي 33؟ اذا هون 30 زائد 3 لأنه 2 ضرب 15 30، هل يساوي 33؟ نعم 33 تساوي 33، إذا حلي صح 100%. نشوف يا مس فكر صفحة 132، بحكي لي فكر في حل المعادلة 2 س زائد 6 يساوي 18. قلنا بدي سين على طرف المعادلة لحالها وأرحل البعيد عنها بالأول، العدد معكوسه ومعاملي مقلوبه ضرب. طيب هاي عدده معكوسه زائد 6 ناقص 6 للطرفين، شو بدل عندي هون على الطرف الأيمن؟ 2 س تساوي 18 ناقص 6 يا مس شو بعطيني؟ 12. طيب أنا ما خلصت حل، بدي أخلص من معاملي 2 بدي أخليه 1، إذا البعيد عني يا مس بدي إياه صفر عدده معكوسه، أما اللي ملزق فيه معاملي شو بدي فيه؟ يصير واحد. دائما يا سادس عملية الجمع والطرح بدي إياها أصفار تصير، أما الضرب والقسمة تضرب في مقلوبها. طيب إذا 2 س شو مقلوبها؟ نص، إذا هاي بتجمع هاي للطرفين. س شو تساوي؟ 12 تقسيم 2 شو يساوي يا مس؟ 6، إذا حل المعادلة يساوي 6. 2 ضرب 6 شو يساوي؟ 12 زائد 6 18. نعم إذا حلي صحيح 100%. نشوف التحدي اللي موجود عندي برضو في صفحة 132، شو بحكي لي؟ هل س زائد 1 تساوي 2 س زائد 2؟ ولماذا؟ طيب لو نقول مثلا س 2، 2 زائد 1 3، طب 2 في 2 4 زائد 2 6، 3 لا تساوي 6، الطرف الأيمن لا يساوي الأيسر. طب أنا بحكي لكم في عندي عدد إذا عوضته مكان س راح الطرفين المساواة راح يظلوا متساويات، اللي هو سالب 1. سالب 1 زائد 1 هل يساوي الطرف الأيسر؟ 2 ضرب سالب 1 زائد 2 عدده معكوسه صفر، هل يساوي سالب 2 مختلفات سالب وبضرب زائد 2 عدده معكوسه أيضا صفر، إذا فقط عند س تساوي سالب 1. طيب هل س تربيع زائد 1 تساوي س زائد 1؟ ولماذا؟ أنا بقولكم إذا مثلا نعوض أرقام مختلفة رح يطلع معي خطأ، ولكن فقط عند س تساوي صفر. نشوف صفر تربيع صفر زائد 1 هل يساوي صفر زائد 1؟ الواحد تساوي الواحد. نعم في عندي كمان حل آخر، عند س وعند س تساوي مس الواحد، واحد تربيع واحد زائد واحد، والواحد زائد واحد مكان س فاثنين تساوي الاثنين صحيح. طب لو جربنا السالب واحد، ماشي هون سالب واحد تربيع رح تصير واحد زائد واحد، هل تساوي السالب واحد زائد واحد؟ هون بصير صفر وهون عند اثنين ما بيساوي، اذا فقط عند يمس س تساوي صفر و س تساوي واحد التحدي الثاني راح يحقق طرفي المساواة. نيجي نحل مع بعض جزء من سؤال 5 عشان فيه أفكار. شو طالب مني في سؤال 5 يا مس؟
حل المعادلات الآتي وتحقق من صحة الحل. عندي ألف، 5 ناقص س تساوي 24. طيب قلنا بنتخلص من اللي بعيد أولا، ماشي، بعدين اللي أمو عاملي. طيب شو هون الخمسة؟ شو العملية الحسابية اللي عندها؟ شو إشارتها؟ أنتي 5 موجب، فشو العدد معكوسه؟ ناقص 5 للطرفين، هيك بتخلص منها، هيك راح حالتها على الطرف الأيسر. شو صفى عندي هون؟ سالب س، لا تحكولي س لحالها، إشارتها معها، ما راحت. أنا إشارتي يمينها للخمسة موجبة، عدده معكوسه صفر، فصفى عندي هون سالب س. طيب يا مس، 24 ناقص 5 يساوي 19، مختلفات مطرح والإشارة للأكبر. طب أنا معاي سالب س تساوي 19، مش س لحالها. شو معناته بدي أعمل؟ شو معامل س هون؟ سالب 1، بقسم عليه أو بضرب في مقلوبة. شو مقلوبة سالب 1؟ سالب 1 على 1 أيضا. متشابهات موجب، صحيح؟ وهاي الواحد بتطير مع الواحد، على يعني أفرض إنه حكيت لكم على سالب 1 للطرفين، ماشي؟ ف19 ضرب سالب 1 سالب 19، إذا س يمس صارت موجبة ضرب سالب 19، أوكي؟ هاي هو حل المعادلة، بنتحقق 5 ناقص هيها، 5 ناقص سالب 19 هل يساوي ال 24؟ شو يمس حكينا؟ في الاتحاد قوة، 5 زائد 19 24، إذا حلي للمعادلة صحيح. نشوف ب 57 تساوي نص س. شو معامل س؟ بطيره للجهة الثانية، بضرب في مقلوبة. شو مقلوب النص؟ 2 ضرب 2. شو حل المعادلة هون؟ عندي س تساوي 57 ضرب 2، 7 ضرب 2 14، و2 ضرب 5 10، مع 1 صار 11، إذا س تساوي 114. شو نص ال 114؟ 57، إذا حلي صح. يعني طلع وكأنه في المثال هذا بحكي لي إذا غيرت مكان س على اليسار، إذا خليت اللي بعيد عني هو اللي على اليمين بشوف إشارته، يعني بس بدو تنتبهوا، ممكن هاي الفكرة هون إنه في صار يستخدم أعداد عشرية، بصير الثوابت تكون شو ما بدها، المعامل كسر، عدد صحيح، ممكن يكون كسور عشرية، أعداد كسرية، عادي هي معادلات، أنا بشتغل الرياضيات مثل ما بعرف الأساسيات اللي عندي. طيب أنا بدي س على طرف المعادلة لحالها، معاملة 6 بتخلص منه، بضرب فيه مقلوبة، ضرب سدس، ضرب سدس. إذا في الجمع والطرح نستخدم العدد ومعكوسه، في الضرب والقسمة، في حل المعادلات نستخدم نضرب في المقلوب، أوكي يا سادس ركزوا لي عليها. إذا هاي مع هاي بتطير بتصير 1، طيب شو طلع عندي هون؟ س، طيب 1.5 تقسيم 16، هيا سوري 6. يعني 1.5 أو سوري 1.2 من جزء من 10 تقسيم 6. 1 تقسيم 6 شو بصير يا مس عندي؟ أسفة، هون 12.6 بالعشرة في السؤال بحكي، لأنه بطلع كسر 10، إذا 12.6 بالعشرة تقسيم 6، هيها 12.6 من 10. طيب 12 تقسيم 6 شو يمس بعطيني؟ 2، لقيتني الفاصلة برفعها، 6 تقسيم 6 هاي 2 ضرب 6 12، طيب رفعت الفاصلة، 6 تقسيم 6 1، إذا شو س طلعت؟ 2 صحيح و 1 من 10، أوكي؟ طب كيف أتأكد من صحة حلي؟ هل 6 ضرب 2 و 1 بالعشرة تساوي 12 و 6 بالعشرة؟ شو بدي أعمل بالأعداد العشرية؟ شو كنا نشيل الفاصلة ونضرب عمودي، بعدين نرجع نلبسها إياها. 6 في 1 6، 6 في 2 12، رح يكون 1 2 6، ونرجع نلبسها الفاصلة، كأننا نلبسها إياها، بنعد المنازل على يمين العددين، هون عدد المنازل 0، الجزء العشري طبعاً إذا بتتذكروا، وهون عندي 1، ف 0 زائد 1 1، يعني بعد منزل يمس حطوا لي الفاصلة، إذا هون صار عندي الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. آسفة، نيجي لدال. شو طالب مني في دال يمس؟ سين، هاي دال سين زائد 3 صحيح و 2 بالعشرة جزء من 10، آسفة، يساوي 1.8 جزء من 10. كيف بدي احلها يمس؟
عدده معكوس والبعيد عني جمع وطرح، عدده معكوس وضربه قسمه لعدده مقلوبه. 3 و2 جزء من 10 ناقصها للطرفين. اذا هاي صارت 0، صفى عندي س في الطرف الايمن. طيب انا بدي اطرح كسور واعداد عشري، حكينا بنرتبها على اساس الفاصله العشريه عموديا. اوكي، مين الكبير؟ طبعا مختلفات رح نطرح، والاشاره للاكبر بطرح الكبير من الصغير، والاشاره للناتج رح تطلع سالبه لانه الكبير هو عدد سالب. 2 ناقص 8 لا يجوز، بنستلف 12 ناقص 8 4 يمس، الفاصلة بتنزل 2 ناقص 1 1. إذا س كحل المعادلة 1 صحيح و4 جزء من 10، تمام؟ كيف نتحقق من صحة حلي؟ بنشيل س ونحط مكانها 1، آسف سالب 1 و4 من 10 زائد 3 صحيح و2 جزء من 10، هل يساوي 1 صحيح و8 بالعشرة يمس؟ مالين هذول مختلفات. اذا نطرح والاشارة للاكبر، يلا هاي الكبير على اساس الفاصلة من رتبه، ومنطرح 2 ناقص 4 لا يجوز، نستلف 12 ناقص 4 يمس، شو يساوي 8، الفاصلة بتنزل 2 ناقص 1 1. اذا شو الناتج؟ 1.8 من 10. اذا ما الحل الطرف الايمن يساوي الايسر، حلي صح 100%. اوكي، الفرع ها شو طالب مني؟ 3 س تساوي 100 في الضرب، العدد مقلوبة بضرب في مقلوبة، شو مقلوبها؟ 1 على 3، بتطير مع بعضها ضرب 1 على 3، بمعنى آخر 100 تقسيم 3، 10 تقسيم 3 ما عندي، عندي 3 9 مع 3 بضل 1، 10 أيضا 3 فيمس، في عندي بضل 1 بنرفع فاصلة فبطلع ريبيتد دوري، فلهون يمس بكون حل الأمثلة والسؤال.